نبدأ على بركة الله حتى ما نطولوا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام المتابعين الطيبين، أهلا بكم وسعيد جدا بالتواصل معكم في هذا البث المباشر. اليوم حبيت نكلمكم حول ما سمعته هذا اليوم ومنذ البارحة من تصاعد لهجة صراع الهوية في الجزائر. قبل كل شيء إخواني الكرام حبيت نقول لكم حاجة، نحن مشنا أعداء للجزائر، ما اللي يحب يهمكم بأن نعادي الجزائر راه يكذب عليكم أو ما يحبش يسمع الصوت الآخر. معناها أنه عندما نجي نتكلم صوت آخر غير الصوت الرسمي معناها نعادي الجزائر، معناها أنه ماذا نملك نحن من الجزائر حتى نهددها؟ أو ما نملكه حتى شيء يا جماعة. اللي يهدد الجزائر ويضرها هو اللي حاكم فيها، هو اللي صاحب سلطة القرار، هذا اللي يضر وينفع، مش اللي يجي واحد يقول يا جماعة اتقوا الله ما تمشي هكذا الأمور. أحيانا نجيب خبر نقول لك لا الخبر هذا، الإعلام وشفافية الإعلام عمرها ما تشكل خطر على البلد، راهم وهموكم فقط باش ما تسمعوش تسمعوا الخطاب واحد نفس الأسطوانة اللي كانوا يديروا فيها في عهد بوتفليقة درك عاد يديروا فيها في عهد تبون. الصوت الأيادي الخارجية والأعداء وردوا بالكم وأنور مالكم وتآمر مع دول الخليج على الجزائر ويوهموا الشعب الجزائر كأن الجزائر دولة وكل العالم يتآمر عليها والوحيد اللي راح يحميها هو هذا النظام البائس. هذا النظام نشوف اللي أعطيت لي فرصة تاريخية باش يحدث التغيير وضيعها. واحد كي يجي نحكوا على بعض الإيجابيات في النظام يجي يقول لك كذا وكذا. شوفوا يا جماعة، الصراعات الطائفية والعرقية وصراعات الهوية راهي تحرك من طرف أدوات وأجهزة، راي والله ما هي بريئة. قلنا لكم في وقت هذاك الدستور هذا راه ملغو وراه دستور كارثي على الجزائر. ضروا الحراك الشعبي لما دخلوا صراع الهوية فيه، دمروه من الداخل، أرواح أنت الآن ولم لم أنا نشوفه في فيديوهات هذا يسب في هذا، حتى كانوا مع بعضهم في الحبس ولوا خرجوا ويكشفوا في عيوب بعضهم. ونفس الشيء عشته أنا لما دخلت السجن، لقيت جماعة الفيس اللي كانوا في التسعينات يأخذوا بالعزيمة يوم قدام القاضي يقولوا نعم حملت السلاح ضد الدولة وكان نتمكن منك أنت نقتلك، وبرجولة وشجاعة ويسموها فك الوقت الأخذ بالعزيمة. أفتولهم في ذلك الوقت انتواعهم قالوا له كي تروح القاضي لا تنكر لأنك تقوم بالحق. بعد ذلك صاروا يبكوا بالدموع يسبوا في بعضهم ولوا يبيعوا بعضهم في الحباس. هاونا عشناها الآن، هذا خرج من الحبس كان معاه زميله، هذا يحكي على هذا وهذا يحكي على هذا ويتهموا في بعضهم ويتهموا بعضهم في العمالة والأجندات ومدري تشواش، وارواح انت وحدث تغيير بأدوات تلاقوا معاهم مع بعضهم في الحبس شهر خرجوا يسبوا في بعضهم، ارواح انت ودير بهم التغيير. علاش دائما النظام ينتصر؟ شوف النظام كي يوصل لحظة انه راح يخسر يضحي بعض الرجال وعادي وعادي، يضحي بعض الرجال وما يضحيش بالنظام. مرحلة التغيير والثورة لما تجي دائما هي قريب تنتصر هما يبدو يكلوا ببعض، وعشناها في التسعينات خرجوا للجبل باش يدافعوا، وفي الأول قالك ندافعوا على خيار الشعب، الانتخابات ومظاهرات الجمعات، وبعد حملوا السلاح وبعد ولوا يكفروا فعلي بالحاج عباسي مدني ويقولك الديمقراطية كفر وكذا وكذا وكذا، ودخلوا وبعد يقتلوا في بعضهم حتى أنهوا بعضهم. إذن الإشكالية وين راهي؟ أنه كي تدخل مثل هذه الأمور، الصراعات الإيديولوجية وصراعات الهوية راهي تغذى من طرف جهات خارجية. الجزائر الآن مستهدفة في هويتها، جابوا لنا واحد صنم حطوه قال لك هذا شيشناق، وقبل قال لك شيشناق، جابوا تصويرة واحدة أخرى قال لك هذا شيشناق. ترى ما الذي سينفع الجزائريين ولا منطقة القبائل سينفعهم الآن في دولتهم كي يجيبوا لهم تمثال نتاع شيشناق ويجي واحد يبوس له في رجله والله أعلم ما أدريش كيفاش خدموه، ويجي أخر يقول لك راهم من الفراعنة وكذا وكذا وكذا. ما الذي سينفعك أنت في حياتك أيها الجزائري اللي تسكن في منطقة القبائل؟ يعني لما تجي ودير تمثال الشيشناق وتحطه في تيوزي وزو ساي تيوزي وزو هذه، والجزائر لما تدير تماثيل تاع شيشناق غدوة الجزائر بإذن الله ممكن تحتل الولايات المتحدة الأمريكية بشيشناق. كلام فارغ
كلام فارغ، كلام لا يقدم ولا يؤخر شيئا. مثل هذه الصراعات تضر الأمم. شوف الدول المتقدمة خلت هذه الأمور جانبا، ولكن يخافوا، يقولك هذا في منطقة القبائل كنروحوا للسجن وتنظلنا منطقة القبائل ودائما خايفين، رغم أن منطقة القبائل كلنا أجزم لك أن الكثير من منطقة القبائل رافضين، ولكن عبارة عن أقلية في منطقة القبائل تحب تفرض نفسها على القبائل وتفرض نفسها على الشوية والبنمزاب وكذا، وتفرض نفسها على كل الجزائر، لأنه علاش لقيت نظام يخاف من أقلية الأقليات المحمية من دوائر خارجية، لقيت نظام يخاف أن هؤلاء يتحركوا له في فرنسا ويتحركوا له في بعض الدول، لذلك يخاف خليهم يديروا واش يحبوا. الدولة عندها قوانين، المسجد لديه حرمته، كون يجي واحد يدير درس غير مرخص له يتابع. أنت تحتفل بيناير تشوف فيه رأس سنة داخل في إطار العادات والعصر في العادات الإباحة، لكن أن تحول هذه العادة إما إلى عبادة فهذا مرفوض، وتحول هذه العادة إلى اعتداء على حرمات ومقدسات المسلمين فهذه جريمة يجب أن يحاسب عليها هؤلاء. هناك قلتها لكم كم من مرة وقلتها كثير من المرات، هناك مخطط قذر جدا لإشعال حرب هوية في الجزائر، لأن الهدف منه هو تقسيم الجزائر. وقلت لكم كم من مرة أن الدستور هذا اللي داروا جابوا تبون اللي داروا بوتفليقة بالقبل هدفه تقسيم الجزائر. يجب أن تكون هناك قوانين تحمي المقدسات. إذا كان أنت عايش في الجزائر وتريد أن تعبد ما تريد من دون أن تعتدي على قوانين الدولة، وياك في دارك أعبد حتى إبليس، ستتحمل مسؤولية نفسك أمام رب العالمين ويوم القيامة، ما راح ترقد معايا في قبري، كل واحد راح يرقد في قبره. ولكن أنك تعتدي وتحاول تفرض هذه الأجندة نتاعك على الآخرين، هنا القانون ليك بالمرصد، نحاسبك. والله لو كانت دولة الليلة هذا الشخص هذا اللي بث الموسيقى الليلة رهوبات في التحقيق، يكون ما يكون وينوض الناس يديروا الشغب، اللي حل فمه يحاسب. عندك الحق تعبر على وجهة نظر معينة، عندك حق تطالب بأمور معينة، ولكن أن تأتي تدافع على جريمة تحت مسمى حرية التعبير هذه لا، حط لي حرية التعبير جانبا. حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون فيها اعتداء على القوانين، يجي واحد يسب لك أعراض الناس وينتهك لكم خصوصياتهم، وشفناهم يروحوا لعائلة الناس ويروحوا لبناتهم ينشروا لهم صورهم وبعد ذلك يحكموه وهو اللي يتابعوه قضائيا، اعتداء على حرية التعبير، هذه حرية تبعير، هذه تحاسب عليها. ما شفنا الدولة الجزائرية من شدة أن الدولة الجزائرية صارت راضخة إلى أقلية الأقليات، فرضت الدستور تاع أقلية الأقليات والآن راضخة. يناير هذا داروا بوتفليقة كيوم وطني فرضوا على كل الجزائريين، وزادوا فرضوه على المدارس تحتفل المدارس في عيد الأضحى وعيد الفطر اللي مقدسة لدى كل الجزائريين، تعطوا الأولاد ما يروحوش المدرسة، وفي هذا تفرضوا احتفالات على كل الجزائريين ويهولوا لها، ليس حبا في يناير ولا حبا فيما يسمى البربر والأمازيغ وغيره، ليس حبا، هذا النظام ما يحب شيء، يحب مصالحه، لكن يريد إشغال الجزائريين، يريد إشغالكم بصراعات. وأنا أجزم لكم أن هذا اللي دار الموسيقى راهو دارها بإعاز من بعض الأجهزة، من أطراف الأجهزة، حتى يحول صراع دائما. الجزائر ليس صراع ما بين شعب يريد دولة قوانين، دولة مؤسسات، يريد دولة ما فيهاش فساد، بل أنه صراع ما بين القبائل والعرب والأشياء هذه. كل الدول التي حدثت في هذه الفتن الطائفية والعنصرية وراءها أجهزة أوصلتها إلى الدمار. شوفوا سوريا وين وصلت، كلها بتحريك من الطائفية الإيرانية اللي صدرتها، والآن يريدون زرع ذلك في الجزائر. كي تشوف يجوا الجزائريين يشوفوا مسجد تبث منه موسيقى، وش راح يحدث؟ وراح تحدث غيره. الجزائري يغار على مقدساته، الجزائري يحب دينه، الجزائري يحب نبيه، يحب إسلامه، يحب لغته. لما تجي تدير له هذه وتقول له هذه
يعني البربر هذم والأمازيغ بغض النظر عن 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 الحكاية التاريخية أنا أتكلم فيها، بغض سميهم ما شئته، يعني وجودك وحفاظ على كما تقول على هويتك، لازم تعتدي على هوية الآخرين. هذه ما ولدتش شعب أو أمة تحب تحافظ على تعددها النوعي والعرقي وكذا وكذا في ثقافتها، ما بقتش هكذا، بقات عبارة عن أقلية فرضت نفس إرادتها السياسية على الجميع، وعلى وتريد فرض إرادتها العرقية على الجميع، وبعد ذلك تفرض إرادتها الدينية على الجميع، وهكذا تأتي هذه أقلية الأقليات تريد تفرض نفسها على كل الجزائريين. الجزائر دولة فيها تنوع ثقافي وكل شيء، التنوع هذا يجب أن يكون تنوع من أجل البناء مش الهدم. أنت يا أخويا تحتفل بيناير، تشوف فيه مقدس عندك، روح قدسه واحتفل بها، الله يسهل عليك. ولكن أنك تروح تحب تفرضه على الناس الآخرين، وتحب تفرضه ثقافة على الآخرين، وتفرضه حتى على المساجد تبث أغاني حتى في المساجد، هذه غير، هذا غير معقول. وين راحت الدولة؟ أنا نقول لكم يا جزائريين، راه ما عندناش دولة. الجزائر لم تعد دولة لو كان هذا في زمن معين، الله ما كان يتجرأ يعمل هذه، ولكن على باله ما بقاتش دولة. إذا أنا قلت لكم وأنا أجزم أن هذه اللي دارها عنده إعازات من جهات معينة، والترويج اليوم لهذا الفيديو بطريقة رهيبة وأحدث غضب حقيقي، وهناك نفخ في الموضوع، بل أنه هناك حرب وحرب مضادة. يا جماعة ما نقدروش نحملوا منطقة القبائل تصرفات سخيفة مثل هذه، ما نحملوهاش. منطقة القبائل منطقة كبقية المناطق الجزائرية فيها الغث والسليم، روح المناطق كل تلقى فيهم المليح وفيهم القبيح، ولكن هذه المنطقة، هذه المجموعة اللي عندها امتداد في دوائر خارجية، حتى تفرض في إرادتها وتفرض ما تريد وتفعل ما تريد، وتبث هكذا وتضحك وينشروه في الصفحات نتاعهم، والجزائر والدولة تدز معها. اليوم درتوا هكذا، وهذه كلها لو الدولة لا تقابل بيد من حديد مثل هذه الأخطاء، راهني وعندما نقول هذه، ركوان غدوة يجي واحد من منطقة أخرى يدير شيء مثل هذا ضد القبائل، راح نقول نفس الخطاب، يجب أن يحترم الجزائريون بعضهم بعض، ولكن هذا راهو المسجد راهو مقدس للجميع. منطقة القبائل هذه، وأنا دائما وكنت ما نحبش نقول منطقة القبائل، ولاية تيزي وزو اللي هي ولاية كبقية الولايات الجزائرية، ولكن كاصطلاح صار يفرض نفسه هذه منطقة جزائرية أصيلة مسلمة، والمسجد اللي قدسته اللي قيمته، يجي واحد غوغائي غثائي مثل هذا يعمل مثل هذا الفعل، ويريد رد فعل مناهض لكل القبائل، لأنه كاين مخطط قذر جدا تم رسمه في دوائر هدفه تقسيم الجزائر وانفصال منطقة القبائل. كيف سيكون هذا الانفصال؟ هي أقلية، جماعة الماك وهالجماعة هذو هما أقلية الأقليات، جايين حاملين إيديولوجية معينة باش يصطفوا حولهم كل الناس، لازم لهم يديروا الأشياء المستفزة مثل هذه تخص المساجد وتخص الدين، حتى يستفزوا الطرف الآخر، ويصير هالطرف الآخر يضرب كل منطقة القبائل، وبهذه الحالة يحاولوا يقنعوا كل القبائل بأنهم هاكم شوفوا راكم يعادوكم العرب ويعادوكم المسلمين، انتم مشكم مسلمين، انتم مشكم عرب. يعني كي يجي واحد يحتفل بعقبة بن نافع الذي هو ولد في الجزائر وابن، يقول لك لا تحتفلنا بواحد جاي من الخارج وجايب لي شي شناق هذا وداير له صنم جايبه من فرعوني من بلاصة، تولي لك ثقافة. انت حر، دير حتى الفرعون اللي غرق مع موسى دير له تمثال وديره في دارك، ولكن يجب ان تحترم الحق العام، تحترم القانون، تحترم مؤسسات الدولة. ولكن للأسف، ولكن للأسف الشديد، عندما ما تكونش هناك دولة، عندما تكونش هناك قوانين، عندما تكون الدولة غائبة في هذه الحالة، راه يدير واش يحب، راه يدير واش يحب. الدولة اللي عاجزة تسير مرض رئيس، واش راح تنتظر منها؟ الدولة اللي صارت تخاف من ظلها، ماذا تنتظر منها؟ إخواني الكرام، حبيت نقول لكم شيء، أنه إذا بقينا على هذا الحال، والله الذي لا إله إلا هو، سنصل إلى ما هو أسوأ.
وقلت لكم قبل القضية لن تتوقف حول ما تسميت اللغة الأمازيغية. دسترت شيء مازال موجودش، دسترت شيء مازال ما حقلوش مكونات أنه يكون لغة. دستروه فرضوه، الآن سيفرض عليك. يجي نهار ويفرض عليك عندهم، عندي أنت عندك الحق تبث 5 مرات في اليوم الأذان، عندي الحق في الليل يتحول هذا الأذان المسجد هذا يحول يبث لي موسيقى ولا يبث لي في النهار، راح يوصلوا لها. واذكروا كلامي جيدا، لأنه ليس الهدف في هذا، عارف بأنه عمل غير أخلاقي، ولكن الهدف هو الاستفزاز، لأنه الهدف الاستفزاز وصناعة حرب أهلية في الجزائر. والعالم والدول تتدخل عندما يتعلق الأمر بالأقليات، الدول تتدخل، نعم الدول تتدخل عندما يتعلق الأمر بالأقلية. هذه هي الإشكالية والقائمة، يعطوا مبرر حماية الأقلية. الجزائر ما فيها أقلية، الجزائر دولة مسلمة لسانها عربي، فيها لهجات مختلفة، الناس تتعايش مع بعضهم. عمري لا شفت واحد جاي قبائلي راح سكن في الجنوب قالوا له علاش جاي كاين، وعمري لا شفت واحد شاوي، واحد شاوي سكن في الشمال قال ولا في حاجة قالوا له علاش جاي. أبدا، كنا عايشين في هذا الأمر، والآن يراد بهذا الفعل الوصول إلى هذه الإشكالية، بث هذه النعرات الطائفية من أجل ضرب وحدة الجزائر. أعوذ بالله، وصلنا لدرجة هذه، وصلنا لدرجة هذه، الأصنام والتماثيل، تماثيل وغدو يزيدوا يفرضوا أنه يزرعوا التماثيل هذه في الولايات الأخرى، وراح يديروها ويطلبوها. لأن نزيد نجدد لكم يا جماعة الخير أن الهدف هو ضرب الوحدة الجزائرية. من منذ متى؟ يعني كي كنا ما كانت الجزائر في عزها، لا عندها يناير ولا هم يحزنون، كانوا عاداتنا. أنا من منطقة تبسة من الشريعة، كانت أمي تحتفل بيناير ولا عادي، يحتفلوا به عادي ويغيروا ويديروا عشاء وكذا وكذا، عادة من العادات. لا صارت عليها فتنة، لا جاءوا جيران قالوها علاش، ولا عادي جدا. الآن جاء بوتفليقة، ما فعله بوتفليقة في الجزائر والله العظيم يحاكم 1,000,000 مرة، ولن يعني يعاقب على جزء فقط ما فعله في الجزائر. راح داروا يوم وطن، واليوم الوطني البارحة حاكموا احتفالات في المدارس وباليوم الوطني وكذا 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 وكذا، فرضوا غدوة أرواحوا زيدوا علاش زيدوا الناس خرين يطلبوا احتفالات. احنا مش نشوف، احنا انا شخصيا لاني ضد هذه العادات والتقاليد، هذه عادات والتقاليد احتفلوا بها، ولكن اذا كان حولتوها الى عبادات شيء مرفوض. اذا وليتوا تجيبوا الاصنام وتحولوها تماثيل وتحولوها كانها اصنام تعبد باسم انه كذا وكذا وكذا، هذه امه، هذه الامه اللي ترجع تحاول تصنع تاريخ وهمي من اعماق التاريخ وهي عاجزه عن تصنع حاضرها. الامه الحقيقيه، الامه الحقيقيه، أمة الحقيقية هي اللي تحافظ على حضرها، أذرها، وتبني مستقبلها ورصيدها التاريخي تعطيه قيمته وفي مكانه. أين هو رصيدنا التاريخي؟ إحنا كجزائريين، أنا أعتز بتاريخي الإسلامي، أنا جزائري مسلم، لساني عربي، أنا شاوي من منطقة معينة، نحب التعايش مع الجميع. إذا كنت أنت شاوي عاداتك وعندك تقاليد نحترمهم لك، وإذا كنت قبائلي عندك نوع من التقاليد نحترمهم لك، ولكن في إطار القوانين وفي إطار الدولة ما يجب أن واحد يمسها. وصلنا الحال يا إخواني الكرام، وصلنا الحال بائس جدا، وصلنا الحال والله العظيم رانا نخرب بيوتنا بأيدينا من حيث لنا. أن عندنا نظام فاشل عاجز، ما مش قادر حتى ينفض الغبار على روحه، نهار كامل هو يصنع لي في حروب وهمية، وانت في الداخل ما تقدرش تواجه مثل هذه التحديات. يجيك فالعوس يوصلك الجامع ويعتديلك عليه تخاف تمسه، يجيك واحد من منطقة في البرج ولا حواجه ولا مدينه اخرى من منطقه محرومه ولا من الصحراء، يدير فيديو يطالب بعض الحقوق تديه الطيشه في الحبس وتحكم عليه 3 سنين، رغم انه طالب بحقوق وطالب بجزائر افضل،
تروح تضربه ب3 سنين ولا 4 سنين، تتكرهه في حياته بالحبس. واحد من منطقة القبائل يهدد في الوحدة الترابية، ما تديرلوش حتى منتدى. الناس لاحقوهم لاحقوهم. أنا في 2008 داروا لي مونداداري انترناسيونال، خرج تحقيق حول قضية التعذيب في السجون. فرحات مهني داير حركة انفصالية، اليومين هذا ما دارولوش حتى حكم قضاء. من المستفيد؟ السؤال. والله المستفيد هم أعداء الجزائر، والله المستفيد هم أعداء الجزائر، وأكثر من يخدم هذه الأجندات. أنا ما نقول لكمش أيادي خارجية فقط تحرر، أي الأيادي اللي في الداخل أكثر، أيادي في الداخل في هذه المنطقة، وأيادي داخل النظام. النظام اللي كذب على الجزائريين، النظام اللي بدا عهد جديد وجمهورية جديدة وجزائر جديدة، بداها بدستور فوطاو عليه 3 ملايين، دستور فوتوا فقط ليرضي منطقة معينة. واش تنتظر منه؟ تنتظر منه يحمي المساجد من هؤلاء؟ تنتظر منه يحمي المساجد؟ والله لن يحميها ولن يعطيها قيمة. هذا النظام يريد فقط حماية نفسه، الحفاظ على وجوده، حماية المال العام اللي نهبه. هذا هو النظام. والمسألة ما هي تتعلق بالجزائر فقط، المغرب هي وعنده منطقة الريف هذيك، ثاني ماذا يحدث فيها، وتمدد ليبيا هاي قبائل تتقاتل، مصر راهو يوصل لها، يا الله راهو مخطط كبير لتفتيت. كيف نواجه هذا؟ نواجهه لما نبني دولة على قاعدة صحيحة، دولة عندها السلطة، عندها شرعية حقيقية، التفاف الشعب حول مؤسسة الدولة. لكن لما تجي تبني شبه دولة، رئيس فوتاو عليه مجموعة فوتناها وهضمناها، قلنا الظروف سيئة والجزائر في خطر وكذا وكذا وكذا، دار دستور فوت عليه 3 ملايين من 45 مليون جزائر، وهيئة ناخبة أكثر من 24 مليون، والآن راهي عالج مريض، كل يوم يديروا حكاية، كل جهة تدير حكاية، دولة عاجزة تسير مرض الرئيس بطريقة شفافة كذا كذا، ماذا تنتظر منه؟ هاو الرئيس الفرنسي مرض وسيروها وبطريقة ولا شبهة، ولا واحد شكك، ولا واحد كتب كلمة. الدولة تنهب، ويحيى يجي يقول لهم باللي راني ديت، راني خذوا سبائك ذهب، والمعروف أن الهدايا إذا كان قدمت هدايا، وإذا كان رشوة، ماذا قدمت الدولة الجزائرية لهذه الجهات التي أعطاها رشوة؟ ماذا قدم ويحيى، مش الدولة، ماذا قدم لهم؟ أرجعوا افتحوا في الصفقات والأشياء هذه، إذا كان رشوة وإذا كان هدايا، لأنه طبيعي يهدولوا ويهدولوا ذهب، يهدولوا وسام، يهدولوا أي شيء من هذا القبيل، أوداهم باعهم في السوق السوداء. هذا اللي كان يقود في الحوار مع العروش ومكل العروش وكذا وكذا، ما نزيد نفتح هذا الموضوع. أنت شوف الدولة متى تهدد، تستهدف هويتها، ويستهدف اقتصادها، ويستهدف أمنها، هذم راهي لهم آمن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الاقتصاد والأمن، لا شيء يضر بالأمن مثل صراع الهوية كي تحدث ما بين الشعب شرخ. الآن لما ينشر هذه الفيديوهات، أنا شفت وقريت التعليقات، حجم الكراهية اللي تصاعدت تجاه منطقة القبائل، راهي مش تخدم، راهي تخدم الشخص والجهات الذين اللي قاموا بهذا الفعل، هم يريدون هذه الكراهية. احنا ما نقول لهم اكرهوهم، هذه منطقة جزائرية أصيلة لها ما لها وعليها ما عليها مثل كل المناطق، الشخص اللي دار هذه الأشياء يحاسب بالقانون، منتهى الموضوع، وتحمى المساجد من هذه. ولكن كي تبدا الدولة تستجيب لهم، قبل قالوا لهم حاوزوا الدرك الوطني، حاوزوه، الدولة كي تبدأ تتنازل، والله العظيم رايح يركبوا على البلاد، ما تتنازلش الدولة. لذلك قلنا لو أنه الدولة يكون فيها انتخابات حقيقية، تكون فيها مؤسسات حقيقية، يكون فيها برلمان حقيقي، مش برلمان هذا تاع بوتفليقة تاع الرشوة، ويزيد الرئيس نهار اللي يخرج يقول المؤسسات المنتخبة،
وين مؤسسات منتخبه ايها الرئيس؟ انت تقول قبل تقول الحراك الشعبي مقدس والحراك الشعبي اسقط النظام ونحن هنا لاستجابه تاع الحراك الشعبي والحراك الشعبي طالب بهذه حل هذه المؤسسات. انت كي تجي تعالج تسميها مؤسسات منتخبه باش تجامل رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامه لانهم هم جايين مودعينكم وعارفين القصه والسيناريو. ما هذا العبث؟ ما هذا العبث؟ شوف الدولة لما يغيب فيها مشروع، الرئيس ما عندوش مشروع. أنا أقولها لكم، العسكر ما عندهمش مشروع، عسكر ما عنده مشروع يحافظوا على مناصبهم. جا شنقريحة قضى على جماعة القايد صالح، غدوة يجي واحد آخر يقضي على جماعة شنقريحة وهي ماشية. وهذه ما تبنيش دولة. حتى هذا يضعف الجيش. مهما كانت قوته المسلحة ومهما كان هذا يضعفه. لما يشوف لما تشوف دول العالم مثلا القايد صالح هو رمز لدى الجيش يشوفوا يتعاملوا مع اركانه مثل هذه الطريقه، جنرالات طيشهم في الحباس وكذا وكذا، وجنرالات طيشهم هو القايد صالح في الحبس بتهم الفساد، عاودوا خرجوهم ذو ارواح انتوا فهم المسخره هذا. ورئيس رئيس عاجز صحيا يمشي على كرسي متحرك ما يظهروهش ويحكي، الرئيس يقول راني رايح البروتوكول الصحي، تلفزيون يقول تعقد، ويقول والرئاسه تقول مضاعفات. واحد الاكاذيب، انا عندي صحفيين هنا في الخارج من دول اخرى والله العظيم كي نحكي معاهم غير يظلوا يضحكوا، يقول وين وصل الحال نتاعكم؟ راكم وصلتوا لحال بائس. ما هكذا تمشي الامور. انا والله هذه راهي مانيش نحاضر عليكم، راهي دردشه ما بيناتنا، راهي دردشه ما بيناتنا. الجزائر راهي دولة عندها قضايا في الداخل وعندها قضايا في الخارج، عندها قضايا وقضاياها في الخارج راهي تتعامل معها بمنطق ما يخدم مصالحها. مشي حكمت لي غير ملف الصحراء الغربية، الصحراء الغربية عندها الجزائر موقف محدد وانتهى الموضوع. ما تروحش الجزائر تراهن غير على الصحراء الغربية، هاي جاتك الولايات المتحدة الأمريكية فتحت قنصلية في الداخل، وغدوة تدير لك قاعدة عسكرية ثم وارواح انت حلها. ودولة مثل أمريكا قوة عظمى وتمارس البلطجة، أي احتلت العراق قبل رغم رفض الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحق الفيتو في مجلس الأمن، واحتلت ودارت فيها رجله وشفتوا واش وصلت، ولا واحد يحسبها. ما هكذا الدولة، أنا نعرف الدولة تتعامل بمنطق ما يخدم مصالح. يا ما كانش منطق الاخلاق والقيم في التعامل الدولي، ما كانش. اذا كان انت تجي راح تتعاملني بمنطق المبادئ في 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 وسط اغوال، في وسط وحوش، او في النهايه انت اللي تخسر. لازم تكون وحش في وسطهم باش تحافظ على بلادك. ارواح انت نهار كامل او جو ونحن كذا، ويجيب لك شنقر يهضر ويحاضر وبعد يروح يروح الدار والله ما على بالي بشيء. وغير وغير وغير، وكلهم يفكروا فقط في المنصب نتاعو، يفكروا في كل، ما كانش اللي يفكر في مصلحة الدولة. أروحوا شوفوا السفراء اللي موجودين في الخارج، هم عايشين على ظهر الدولة، الدولة تدفع له الكران نتاعو كاري فيلا، مرته تحفف شعرها تحفف على حساب السفارة، الكانيش نتاعها والكلب نتاعها يوكل على حساب السفارة، والجزائريين راهم كاين الطيشين حراقه وكاين حتى اللي ما عندوش واش ياكل والله ما على باله. يروحوا لهم طالب ولا طالبه من اجل يدافع، من اجل مساكن ضاعت وراهو طالب يدرس لهنا باش يعاونوه لوجه الله، يلجئ لسفارته يضربوه ويهرسوه. بهذه الطريقه تبني دوله؟ او ما تبنيش دوله بهذه الطريقه بنقول لك. اي عمرها ما تبنى دوله بهذه الطريقه. الدوله راهي تدافع على مصالحها. دافع على مصالح، عندك قضايا، عندك في منطقة المغرب العربي، عندك الصحراء الغربية راك آمنت بها ودافعت عليها من أجل مصالح طبعا. أي قضية راهي من أجل مصالحي، نشوف مصالحي. وين هو اللي قاعد يفكر في مصالح الجزائر؟ أكبر قوة للدولة هي المؤسسات. هو برلمان حقيقي مش مزيف. كي يطلقوا فيه الناس يتعاركوا على جال مصالح البلاد. مش برلمان يفكر فقط يترشح يجي ايامات يكذب على الشعب الزواوله هذوك البرم نتاع الكسكس.
يدير لهم المطاعم، يفتح المطاعم يوكلوا ببلاش، يطلع لهيه يفكر كيفاش يستقر في العاصمة، يدير سكنة ثم، يدير مشاريع ثم، وفي لمن يكمل 5 سنين نتاعو يعاود يهبط يكذب عليهم مرة أخرى، إذا عطاو له أهلا وسهلا، إذا ما عطاولوش خلاص راه ضمن خبزته. لا يدافع على مصالح الناس، نعرفهم كانوا نواب في البرلمان، وكنت في العاصمة، مقيم في العاصمة، كان يجوا من الولايات، يجوا يحبوا يشوفوا النواب هذوك يرفضوا يستقبلوه. رغم انه نائب في البرلمان من اجل الدفاع على مصالح الشعب. كيفاش راح تنتظر هنا تكون الدوله قويه؟ الدوله اللي ما تقدرش تحمي مؤسساتها، الدوله اللي ما تقدرش تتحرك بقرار ضد اي واحد ارتكب جرم، الدوله اللي ما تشوف غير الحركيين مساكن، لكن ما نعممش الكل، كاين اللي يستحق العقاب. تجاوز كل الحدود اللي يسمح بها القانون، ولكن كاين ابرياء اداوهم هكذاك ظلما وعدوانا. اللي عاشوا الالم يبكوا على الجزائر دم، هزوا طبعوا في الحبس وحكم له وشرد له عائلته، وهذا واحد مجرم في هذه المنطقه ما تقدرش تتحرك لانك خايف من دوائر خارجيه. لا شيء فوق القانون اذا كنت تريد ان تكون دوله قانون، وهذه مقدسات يجب حمايتها. ما هي هويه الجزائر بالله عليك؟ روح وقروا لي الدستور واش تفهموا لي في هويه الجزائر. دين الدولة الإسلام، دين الدولة الإسلام، ودين الشعب الجزائري. وهل الإسلام هذا عبارة عن لاهوت ولا مش هو ولا من المفروض مصدر التشريع؟ عمره ما يكون الإسلام دين فقط كشعار، يكون دين ومصدر للتشريع ومصدر للتطبيق. هاي زي اللغة العربية والتمازيغ وتطويرها وكذا وكذا وكذا. أروح حدد لي الهوية الجزائرية. هيا شوف، هاك تشوف هذه الأقليات وش قاعدة تدير في يناير وكذا وكذا، وتحب تفرض هذا الشيء على كل الجزائريين. هيا أعطيني شيء داروه العرب فرضوه مثلا بهذا المنطق، تكلموا بهذا المنطق، فرضوه على الأطراف الأخرى، ما كانش. أنا ما نقولها لكم، الصراعات هذه تاع الهوية راهي مضرة. يا ناس والله راهي هالكة. هالكة للنسل وهالكة للنفس وهالكة للبلاد وهالكة للعباد. هذه تقاليد عيشها كما تريد، أما أنك تحاول تأخذها كمعركة والله لن تقدم لك شيئا. غدوة ينصبوا لك فوق دارك تمثال شيشناق وبيقناق وخرناق وطقطاق، ما راح تتطور. متى تتطور؟ إذا كانت عندك مشروع دولة. رانا في عصر التكنولوجيا، في عصر الصراعات، في عصر، أما نش في عصر الأصنام. وزيد نقولها لك، وقالها مالك بن نبي، عندما تكون تغيب الفكرة يبزغ الصنم. عندما تظهر، شوف كيف يكثر الحديث عن الدين وهكذا والشعارات الدينية وشعارات الهوية، راهي كاينة جهات عاجزة أن تقدم شيء. الشعب الجزائري محتاج دولة عندها اقتصاد قوي، دولة عندها إعلام قوي، دولة فارضة نفسها على المجتمع الدولي، فارضة نفسها في العالم، دولة ترسل أبنائها يدرسوا في كبرى الجامعات وعندهم مخابر. الجزائر محتاجة دولة الآن في فترة كورونا، راهي مخابرنا تعمل من أجل أنها تجب تصنع لقاح باش تفرض به نفسها على العالم. الجزائر محتاجة الآن إلى منظومة صحية ومستشفيات يعالج فيهم الجزائريين. أنت هذه الدراهم اللي خسرتها وصنعت لي بها التمثال شيشناق، وكلت بها زوج عائلات جيعانين ما عندهمش واش ياكلوا، وما أكثر الفقراء في الجزائر. والله عمرها ما تطورت أمة تعبد أصنام. عمرها ما تطور. وأجدادنا، وإذا كان هذا أجدادكم، والله ما أوصوكم تصنعوا لهم الأصنام. أجدادكم قالوا لكم عيشوا بكرامة، عيشوا بعزة، عيشوا لديكم مستقبل، اضمنوا مستقبل اولادكم، ابنوا بدولتكم. ما قالكش ارواح اصنع لي اصنام. الرسول عليه الصلاه والسلام ونهى حتى ان يتخذ قبره مسجد مزارا. ونهى عن هذا. والناس ما اوصاك تحتفلوا بالمولد النبوي، ولا اوصاكم تدير ذكرى وفاته مندبه، ولا أي شيء، ما عرسك شيء، علك ما عليه أنا وأصحابي. هل يوجد أقدس من فوق الأرض من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كون جد صناعة تمثال هو نوع من القداسة وابن أمة، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام راهو قال للصحابة ديروا لي تمثال، أول شيء ديروا لي تمثال،
ويجب أن وخلنا أحاديث في كل مدينة دين تمثال، لأن هذه الأحجار وهذه الأصنام لا تصنع أمة. هو خلف لنا أفكار، خلف لنا عقيدة، وخلف لنا شريعة، وخلف لنا دين يتجدد مع العصر، ويبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، لأن الدين الحياة تتطور والدين يحتاج إلى تجديد. هذا ما خلف لنا الدين، دين رحمة للعالمين. ما جاء قال لك بدل ألسنة الأمم عندما تقف أمام رب العالمين تصلي، تصلي باللغة العربية، ولا جعل اللغة العربية كلغة عنصرية رغم أنه اختارها لكتابه الذي يتلى آلاء الليل وأطراف النهار، وهذا أكبر دليل على أن اللغة العربية باقية إلى قيام الساعة. لو كانت ستنقرض هذه اللغة ما اختارها رب العالمين لتكون لسان القرآن الكريم، هي التي ستبقى إلى آخر يوم في هذا الكون. ورغم ذلك لا توجد نصوص دل على عنصرية تجاه اللغة ولا أي شيء، وما هناك أمم طلب منهم أنهم يغيروا لغتهم ولا يغيروا عرقهم ولا يغيروا أصلهم أبدا. لو كان الاحتفال بالناس اللي نحبوهم ونفتخروا بيهم ونحتفلوا بيهم ونعملوا لهم مثل هذا، شكون الأولى؟ نحتفلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، نحتفلوا بالرسول ونحتفلوا بالأنبياء الآخرين وعيسى وموسى، ونحتفلوا بآدم، نشوفوا طرح لادات، نحاولوا نبحثوا على لادات اللي زاد فيها واللي خلق فيها إيها وأنزل إلى الأرض، ونحتفلوا به ونديروا له أصنام حتى نحن. كل هذه لا تنفع البشرية. لو كان جد تنفع البشرية لو دارها رب العالمين. اللي ينفع البشرية وش هو؟ أولا أنك تكون لديك عقيدة مع رب العالمين، عقيدة سليمة، والأمر الثاني أنك تكون تؤدي واجباتك في الحياة وفق ما يرضي رب العالمين. أما تجي تخدم لي تمثال جدك رقم 999 وجدك وسنة قبل الميلاد وما دريتش عاش باش تقول راني كنت موجود قبل الميلاد. أنا موجود قبل الميلاد عن طريق جدي آدم وأمي حواء، يعني موجود، ما كانش أكثر تكريم من هذا. لازم لك تبحث عن بقناق وشقناق وكذا وكذا باش تقول راني كنت موجود قبل ميلاد قبل عيسى عليه السلام. يا ودي راك انت كبشر كانسان راك موجود من عهد ادم، راه جدك هو ادم. كفاكم عبثا من هذا. ادمي والله ما تبني دوله ولا تدير امه ولا تصنع شيء، هذه تضر وتبهدل البلاد والعباد. بدل أن نفكر كيفاش نعاود نبني دولة عندها اقتصاد، عندها مؤسسات قوية، عندها منظومة قضائية صحيحة وشفافة ومليحة، هذا اللي راح ينفعنا. والله العظيم كي تحطك شي شناق قدام دارك وتموت بالشر ما تحركك الصنم هذاك وراح جاب لك قضية ولا وكلك ولا شربك، ولا أنه هذه كي ترجع إلى هذه الهويات وتحاول تصنع التاريخ ليك راح تلقى قيمة في العالم. العالم لم ينظر إليك أنه عندك تماثيل وعندك، والله ينظر ليك كيف ستكون مؤثر. كي ينظر ليك نهار اللي تكون عندك مؤسسات قوية، عندك جيش قوي، عندك اقتصاد قوي، هنا يحسب لك ألف حساب ولو كنت بلا أصل ولا فصل. ها هو الكيان الإسرائيلي فارض نفسه على الأمم رغم أنه دولته بداها في 48، ورغم ذلك فرض نفسه على العالم. وكان تشوفوا كيفاش يفرضوا نفسهم على الأمم وعلى الدول، تعرف كيفاش يفرض نفسه بالإعلام والمال والنفوذ الاستخباراتي، هكذا يفرض نفسه. ولا يحكي حتى على، ولا يحكي أصلا حتى على على، رغم أن الديانة اليهودية راهي ضاربة في عمق التاريخ. أنت جاي يضرك يعني ترجع لك قيمة لما تحتفل لي بجيش ناق وتدير لي التمثال هذه، راح تكون عندك قيمة في العالم. والله ما سامع بك واحد. أنا مرة التقيت مع واحد مفكر استراتيجي ألماني وهو ناطق بالعربية، فقلت سألت سؤال، أنت كمفكر غربي كيف تنظر إلى الإسلام؟ قال لي، هو ألف عدة كتب حول هذه الظاهرة، قال لي الغرب لا يخاف من الإسلام أنه الناس تصلي ولا الناس تصوم ولا الناس تلتقي في المساجد تدير الدروس ولا شيء. عندما يبقى الإسلام كلاهوت والله ما يخاف. متى يخافون؟ عندما يتحول الإسلام إلى مشروع استراتيجي يحرك الدول ويعاود يصبح قوة يجعل الدول المسلمة تهيمن. قلت له ما هو الحل في نظرك؟ قال لي الحل أن يجب أن يكون الإسلام غريب
في بلاد الإسلام. كيف سيكون غريب في بلاد الإسلام؟ أن نجعل المسلمين يحاربون دينهم بأوهام مختلفة، إما وهم استيراد تجارب من العالم، تجارب حكم العالم، أو هوية، تغيير في هوية الناس. إذا كانت أنت أصلا عندك هوية ما قبل الإسلام، لكن الإسلام يجب ما قبله، خلاص أنهى تلك الأمور، كل أنت تاريخك هو تاريخ الإسلام. الإسلام لا يرتبط بالعرب، العرب أكرمهم الله بالإسلام ورفع من شأنهم، عندما تخلوا على هذا الإسلام صاروا من الأمم المتخلفة. لاحظوا في الغرب فقط، الغرب عندما كانت الكنيسة هي المسيطرة على نظام الحكم، تخلف الغرب وعاش سنوات الظلام اللي ما تصورهاش، لأنه سيطرت الكنيسة، كنيسة كلها لاهوت، لا توجد فيها ما يصنع الحياة وما يصنع الحضارة وما يصنع التطور. تخلف، ماذا وجد؟ يجب أن يعلموا الدولة، فأبعدوا الكنيسة، سلطة الكنيسة، وعملوا الدولة المدنية ليست عليها علاقة بالكنيسة، رجال الدين لا يتحكمون في الدولة، وبذلك تطور. هم أبعدوا الكنيسة، هم تطوروا. نحن الفرق، المسلمون بلغوا قمة الحضارة عندما كان المسجد لديه دوره في صناعة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكل شيء. المسلمون أبعدوا المسجد وحولوه أيضا عبارة عن مركز للاهوت الديني فقط، صاروا أمم متخلفة. هنا الفرق، لأن هناك دين يصنع الحياة ويصنع الحضارة، وهنا دين لا يصنع شيء. ما هكذا تمشي الأمور، أنت لما تجي الآن وتحاول تفرض عادات وتقاليد معينة على عموم الجزائريين، هذا يتنافى مع القانون، الدولة ما هي مجبرة تحتفل وتجعل يوم رسمي إلى كل منطقة عندها عادة معينة تحولها إلى دولة. بهذه الطريقة الدولة ستتفكك هويتها. إذا كان أنا ما نحرمكش، ولكن ما نجعل يوم وطن، ولا نجعل يوم ضروري نفرض إعلاميا وعن طريق الضغط الإعلامي نفرض على الجزائريين. الجزائريين كانوا يحتفلوا بيناير من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، بلا طقوس هذه نتاع الآلهة هذه والأصنام، ولا بأي شيء، كانوا يحتفلوا بها كتقاليد كانت تفرح العائلات الجزائرية. والآن لما حولوه وسيسوه وأدخلوه في إطار مشروع لتغيير هوية الدولة الجزائرية، وصلنا إلى حال صار يلعن هذا اليوم، وصاروا الجزائريين صاروا يتهربوا منه، وهذا سيصنع شرخ كبير في المجتمع الجزائري. صراع الهوية راه أخبث ما يكون، صراع الهوية راه مدمر، حذاري ثم حذاري من هذا الفخ. لا يجب أن تحملوا منطقة القبائل اللي هي منطقة جزائرية ولا ولاية تيزوز ولا ولاية أخرى مسؤولية هذا الجرم الذي ارتكبه أشخاص. وأيضا ما يجب أن ندخل في هذه الصراعات لتغنينا. مشكلة الجزائر هي مشكلة سياسية أولا وقبل كل شيء، هي مشكلة الشرعية السياسية لنظام الحكم. هنا المشكلة، عندما تبنى الدولة يكونها عندها رئيس قوي وعندها مؤسسات قوية، مثل هذه الأعمال الطائشة ستنهى وبقرارات وبتحدي، وما كانش دولة تستطيع أن ترفع نفس رأسها وتفرض عليه. ولكن عندما يكون نظام ما عندوش حاس بشرعيته، ما كانش ضعيف هش، راه يخاف حتى يحرك بوليسي في براسه، يخاف فرنسا تتحرك، يخاف الدول. عندما تكون دولة مؤسسات، والله ما على بالي بواحد، لا فرنسا ولا غير فرنسا، ما تكونش على بالك. ولكن كي يكون رئيس عاجز، رئيس هو على باله باللي راهي شرعيته والله ردها هكذا، وعنده دستوره ما فوتوش عليه الشعب، وكل الحوايج اللي يدير فيهم ماش هم مبنيين على قاعدة صحيحة، يعود يخاف من ظله. إذا كنتوا الجزائريين تحبوا تكون دولة قوية، أرموا لي الحكايات هذه نتاع يناير وشيشناق وبيقناق، أرموهم جانبا، والله لن تقدم لكم وأن تؤخر شيئا. حتى الناس هذم اللي يحركوا في هذه الأمور وحابين يديروا منطقة معينة ودولة وكذا وكذا تمس يعني يقسموا الجزائر، والله لن تربحوا شيء. الناس هذم اللي الآن يستعملوا فيكم غدوة يتخلوا عليكم، أنا شفناهم، جروهم حتى إلى حروب وبعد ذلك رماهم وخلوهم، عادوا يتمنوا ولو كان يعودوا من قبل.
شوف العراق وين وصل، كانوا المعارضين اللي في الخارج كان ترسم لهم جنة، الآن رأوا الشعب عاد يرحم على أيامات صدام حسين وغيره وغيره وغيره. الشعب كرامته في دولته، الشعب قوته في دولته، الشعب هذه هي متى باش وقتها نحقق هذا؟ ما نحققهاش بالشعارات بالتزييف هذا والكذب هذا، وأنه الجزائر دولة قوية، الجزائر دولة هشة، هي عندها كل مقومات القوة، عندها كل مقومات أنها تكون دولة قوية، عندها نفط، عندها غاز، عندها أراضي شاسعة، عندها مناطق فلاحية، عندها الإنسان الجزائري، عندها كل شيء، ولكن في خلال هذه الفترة تم تدمير هذا الشيء، تم تدمير الجزائرية الاجتماعية، والآن يعملوا تدمير هوية الجزائرية، لأن هناك مشروع لمسخ الجزائر ومسحها من الخريطة، ونحن جايين نهار كامل آمل يعني كي يكتب لك يدير لك يوم هذا في التلفزيون أحس أنك حققت انتصار كبير، والله حققت انتصار وهمي، ولن يقدم ولن يؤخر شيء. راكي مثل هذاك السفينة راهم يثقبوا فيها منا باش تغرق، وانت الفوق داروا لك عرس وداروا لك عيد ميلاد وجابوا لك الناس ويحتفلوا لك وكذا وكذا وداروا لك طرطة وانت فرحان، وهي راهي كاينه واحد السفن دايرين بالسفينة نتاعك الكبيرة ويثقبوا فيها، انت راك فرحان حتى تغرق بالجميع. هذا ما صار لكم. لا، ما هكذا تسير، ما هكذا تسير الدولة. راني اعذروني طولت عليكم، القلب موجوع ومفجوع، موجوع مما يحدث ومفجوع على ما هو آتي. الجزائر ما تكون هكذا، الجزائر كانت تحسب لها ألف حساب، الآن الجزائر والله محتقرة إلى درجة ما، عندما يكون عندك نظام ضعيف الدولة تحتقر، ما عندهاش قيمة. أعطيني دولة الآن دول العالم يشاوروا الجزائر في شيء، والله العظيم لو كانت الجزائر قوية ما تجرأت الولايات المتحدة تجي تفتح قنصلية في الداخلة بدون أن تتشاور مع الجزائر. ولكن عندما الجزائر وصل يجي تشاور، الرئيس هند مريض على كرسي متحرك، يكذبوا التقارير الاستخباراتية راهو عندهم الواقع على بالهم. شوف الكذاب ديما ضعيف، ديما ضعيف أمام نفسه وأمام الآخرين. إذا كانت القوى الدولية على بالهم باللي راهو النظام يكذب والنظام راهو يخادع، سبحان الله كيفاش راح يكون قوي؟ كيفاش راح يكون؟ يجي يتحرك يقول والله نطلعك الكذبة نتاعك. راهو عندهم حتى الصور نتاع الرئيس أثناء عملية، يا ما أسهل تحط كاميرا مثل الإبرة في الحيط ويصور لك كل شيء. إبرة، إبرة هكذا في نظارة الطبيب ما تشوفهاش، يصور لك حتى العملية وك الملف هذاك وك الصور هذيك، تروح عند جهات استخباراتية وارواح تحرك. لذلك نقول لكم أن الدولة متى تكون قوية؟ عندما تكون مستشفياتها عند مريض رئيسها يمرض يداوي عند أطبائه، والحمد لله عندنا كفاءات طبية جزائرية راقية، راهم في العالم فارضين أنفسهم في كل المجالات وفي كل الاختصاصات، ولكن ما لقاوش دولة تحتويهم. الدولة كي تكون أيضا قوية مش هذا فقط بإعلامها، عندها مؤسسة إعلامية كبيرة، كل الدول دارت مؤسسات إعلامية تفرض في سياستها على الخارج. الجزائر عندما تحاول توصل خطابها تترجى قطر باش تفوت لها الأمر هذا في أجندتها في الجزيرة، وتترجى العربية وتترجى القنوات الأخرى، وانتم عميتوا تديروا قناة فضائية عندك كفاءات، قل روحوا للجزيرة نلقوها راهي وصلت إلى هذه المكانة بكفاءات جزائرية، الروح والقنوات كلها فيها كفاءات جزائرية. أنا زرت الولايات المتحدة الأمريكية مرة ورحت في كاليفورنيا، لقيت واحد جزائري ثم عنده 1500 براءة اختراع في الأمور تاع البورتابل، أكل الحوايج الصغار تاع البورتابل، 1500 براءة اختراع ولا حد سامع بيه. هذه الكفاءات تروح تضيعهم، هذه الكفاءات تروح تخليهم وترميهم، وتجي تقول لي راح نبني دولة قوية، الدولة الجديدة، الجمهورية الجديدة، نعيد رد الاعتبار للجزائر، يجي مترشح يبدأ يوعد يوعد يوعد، ندير لكم سكة حديد من العاصمة إلى تمر راسك، وين تبدأ فيها درك لازم لك ثلاث عهدات باش تكملها، وواحد سلال قبل قالهم رجع لكم عسكر كيما كاليفورنيا وما دريت شوشي هو، ويكذبوا على الجزائريين. هما بمجرد ما ينجح الأمر الانتخابي ما عادش يحوسوا، يستنوا الخمس سنين تفوت ويزيد يجوا يكذبوا على الشعب،
الشعب يقول لك خلاص ما دام هذا رفض السلطه راهو فايت، خلي النص ما اكثر من النص ما يروحوش، واللي يروحوا هم يقولوا نعم، واللي يقولوا لا هم يزوروا لهم الانتخاب الاصوات نتاعهم وانتهى الامر. ما هكذا تبنى الدول، ما هكذا تبنى الدول. والله العظيم انتم تدمرون الجزائر. والان شوف انا قلتها لكم واذكروا كلامي جيد، يا رب نكون غلط. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.